شباب الشقة. ده كده الريسبشن بتاعت المستريحين. نيجي على شارع مشيت التحرير العمومي أمام كلية الهندسة. أول الطرقة ده حمام الضيوف، ده مطبخ، دي أوضة، نكمل الحمام الكبير العمومي مساحته كويسة جدا، دي أوضة تانية خلفية على الملاعب، الخلفية بتاعتها. ودي أوضة تالتة برضه خلفية الملعب. ده شباك ونمر على الطرقة.